أهلا بيكو في حلقتنا الثانية من برنامج خمسة إبطي. في إحنا هنقسم زي ما قلنا المرة اللي فاتت الحروف إلى مجموعات. المجموعة الأولى عبارة عن 11 حرف، شفنا 3 حروف، إن شاء الله النهاردة نشوف 4 حروف ثانية من هذه المجموعة. الحرف الأولاني اللي هو الزيتا، وده كتابته زي طريقة كتابة الزد الإنجليزي. عبارة زي الزد الإنجليزي، الكابتل والسمول. طريقة نطقه زي الزد على طول، زي الزين، يعني زي الزين العربي. يبقى ده الحرف الرابع في المجموعة. الحرف الخامس عبارة عن حرف اليوتا، واليوتا زي الآي الإنجليزي. طريقة نطقه عبارة عن إي، يعني أنطقه إي زي الكسرة، عبارة عن كسرة خفيفة إي. ده الحرف الكبير والحرف الصغير. الحرف الثالث النهاردة هو حرف الكبة، وده يشبه الكي اللاتيني، ودي طريقة كتابتها. أدي الكي الكبة الكابتل والكبة السمول، يعني ما بيختلفوش في الشكل، هو بس في إن عندنا الحرف الصغير ده بنكتبه تحت إيه؟ تحت السطر. يبقى دي الكبة، ودي بننطقها زي الكاف العربي. الحرف الرابع اللي هو حرف الني، وهو ده يشبه حرف الإن الإنجليزي. الكابتل هكتبه كده، ادي الكابتل، والسمول هبتدي في الحرف المايل كده، وبعدين انزل لتحت، وبعدين ادي الشرطة التانية اهي. يبقى ده الحرف السمول، وده الحرف الايه الكابتل الان. الحرف اللي بعده حرف الاو، وده زي الاو الانجليزي، يعني ما فيهوش حاجه. ادي الكابتل وادي السمول. طريقه نطق الحرف ده اللي هي الاو زي الاو الانجليزي، يعني دي الاو. بكده نكون خلصنا 5 حروف تاني من المجموعه الاولى، ونستناكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه بخير إن شاء الله من برنامجكم خمسة إبطي.